اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من فاتحة مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم علي شحاد المجبل أبو خالد مقدم من ابنته سناء أم محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله. اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فخيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ارحمه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم علي شحاد المجبل أبو خالد مقدم من ابنته سناء أم محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجاته واغفر خطاياه وثقل موازينه. اللهم بشره بقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. أنا الآن تواجد في ساحات الحرم متجه إلى صحن الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم علي شحادة المجبل أبو خالد مقدم من ابنته سناء أم محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وادخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أنا الآن متواجد في الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم علي شحادة المجبل أبو خالد مقدم من ابنته سناء أم محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وادخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم انقله من ضيق اللحود من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا تجاوز اللهم عن إساءته. اللهم جازه بالحسنات أحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منه القليل تجاوز عنه التقصير يا متجير المستجير. اللهم أحمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه مبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل خبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افتح أبواب السماء لروحي وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على قبره الضياء والنور فاستوى والسرور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل في هذه الأمر موازينه. اللهم يا رحمن استقبله عندك خالي من الخطايا والذنوب ولا تخزه مبعثون يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر.